مرحبا طلاب، كيفكم؟ إن شاء الله تمام. في هذا الفيديو هنحل هذا البروبلم بدرس الريزيسترز لجريد 10، فحاولوا تحلوه وبتشوفوا الفيديو بعد شوي، هيك سكرين شوت جربوا تحلوه وبعد شوي نشوف السوليوشن سوا. اوكي، بهيدا الاكسرسايز في معي كل هيدول الريزيستنسز للريزيستورز، وطالب مني طلع الايكوفالنت ريزيستنس لالهم كلياتهم. عادة بس يكون معي هيك رسمة كبيرة بفتش على اكتر مطرح واضح لالي ويكون قادر طلع منهم الايكوفالنت ريزيستنس شوي شوي، ستيب باي ستيب، نوصل لآخر شيء لرزيستور واحد. ومهم كتير كمان إنه بعد ما نطلع كل equivalent resistance نرسم الرسمة كيف بتصير ونحط عليها الأحرف A و B و C و N و B، وكمان نحط currents إذا انشالت وحدة أو إذا صارت عندي شيء current واضح. ليش؟ لأنه كل رسمة منهم حتفيدني بالأسئلة الجاية خصوصي ببارت. لهيك حنبلش بهذا الاكسرسايز وحنحاول نطلع الايكوفالنت ريزيستنس لهدول الريزيستورز. فحنحاول هلا كمان نعمل شغله انه نرسم الرسمات هون ونعمل كالكوليشنز هون. اول رسمه عندي اياها هي رسمه الاكسرسايز، كيف بدي بلش فيها؟ بنلاحظ انه بين ال P وال B في عندي من عند ال PA من عند ال AB في عندي هدول الريزيستورز موصولين بشريط واحد وفيهم كارنت اللي اسمه I1. فشو فينا نقول؟ فينا نقول ان R1 and R8 are connected in series, they are in series. So شو الإيكوفالنت ريزيستنس لاتنين ريزيستورز in series؟ حتكون جمعهم، فينا نسميها R18 بتساوي R1 زائد R8 يلي هني 2 plus 4 من الجيفن وتطلع بتساوي 6 أومز. طبعا هلا حيصير في عندي رسمة جديدة، هيدول اتنين ريزيستورز حيتوحدوا ويصيروا ريزيستور واحد هنسميه R18. شو اللي حيصير عندي بالرسمة الجديدة؟ الرسمة الجديدة حيروح حنشيل واحد منهم حنحط واحد محله اللي هو اسمه R18، هنلاحظ انه نفس الكرنت حتضلها موجودة بال R18. فنستنتج الشغلة انه بس يكون عندها series connection حتحافظ على الكرنت اللي عندي. طيب شو الخطوة التالية؟ الخطوة التالية انه نطلع فيه لهيدا equivalent هون مع ال R2، ونلاحظ انه they have the same voltage. ليش same voltage؟ لانه اذا انا بدي اشوف ال R18 لحاله، What is the voltage across R18? It is called PB أو UPB لأنه الـ AB is a connecting wire، ما بتأثر علي أبدا. وشو الـ voltage كمان across R2 is called UPB. ولما أنا تطلع التسمية نفس التسمية على اثنين resistors معناتها هيدول اثنين resistors are connected in parallel، ففينا ناخد هيدول اثنين resistors سوا ونجيب الـ equivalent لهم. الإيكوفالنت حنجيبه بطريقة البارالل. البارالل لما يكون في عندي 2 ريزيستورز إن بارالل ففينا نعمل قاعدة الضرب قسمة الجمع، فحنقول R18 ضرب R2 قسمة R18 زائد R2 وسميناه R128. أوكي، ف 6 هي قيمة ال R18 و 3 قيمة ال R2، ضربهم قسمة جمعهم بيطلع معي 2 أمس. فهلا صار فيني كمان اروح على رسمة جديدة. بالرسمة الجديدة شو اللي حيصير معي؟ اللي حيصير معي هلا هو انه هيدول اتنين ريزيستورز حيروحوا حيصير محلهم ريزيستور واحد
والكارنتس تاعولهم بتلاحظوا حيختفوا، فبيختفي الكارنت وبيبقى شو هو الأحرف تبع الفولتجز يلي كانوا بالأساس عليهم. فحتطلع عنا البي والبي مثل ما شايفين قدامكم، واللي حيصير هلا انه الكارنت يلي كان ظاهر من البي حيكون هو ذاته لل R128. فيس حتصير الرسمه بهذا الشكل، صار فينا نشيل الاثنين ريزيستورز نحط محلهم ريزيستور واحد بين البي والبي. اوكي، فحتصير الرسمه بهذا الشكل. هلا الخطوه الجايه شو اللي بدنا نعمل؟ بنلاحظ كمان انه ال R12A مع ال R4 they have the same current، or فينا نقول انه they are in the same branch or in the same connecting wire. فينا نقول بنفس الشريط اثنيناتهم موجودين. So they are connected in what? In series. ففينا ناخذهم لهدول الاثنين resistors سوا ونجيب لهم ال equivalent. ال equivalent تاعهم حيكون جمعهم، ففينا نسميه R، مثلا هون عم نسميه R1284. هلا طبعا التسمية إذا لقيتوها صعبة بهذا الشكل كان فينا نسمي مثلا RE1، مثلا قصدنا في R equivalent 1، R equivalent 2، مثلا R equivalent 3، أو فينا نسميهم مثل ما بدنا. أوكي، هلا هذه التسمية أنا بتبعها عادة لحتى أفرجي إنه هيدا أي equivalent لمين ومين لهيدول الريزيستورز كلهم مع بعض. So yes، حناخد الجمع R128 قيمتها 2 و R4 قيمتها 3 من الجيفن، فبيطلع الجواب 5. فكمان رسمة جديدة شو حيصير فيها؟ مثل ما صار فوق، لما بيكون اثنين ريزيستورز ان سيريز حتضل نفس الكارنت فيهم، وحنشيل النقطة اللي بيناتهم ونحط محلهم ريزيستور واحد. فهيك حيصير عنا الرسمة. فصار عنا من عند ال P لعند ال C، صاروا بدل الريزيستورين في ريزيستور واحد ومارق فيه كارنت شو اسمه؟ اسمه I4. شو صار فيني اعمل هلا؟ بنلاحظ كمان انه من بعد هيدي السيريز اللي عملتها حيطلع عندي بارلل. ليش؟ لانه هلا اذا بشوف الفولتج اكروس R1284 هي ذات الفولتج اكروس R3. ليش؟ لانه هيدي اسمها UPC وهيدي كمان اسمها UPC. فلما بيكون نفس تسمية الفولتج and they have the same voltage and they are in parallel, they are connected in parallel. So صار فيني انا اخذهم سوا واعملهم equivalent بطريقة البارلل يلي بتقول انه الايكوفالنت تاعهم هو ضربهم على جمع. فالضرب ال R1284 مع R3 هيطلع 5 طلعت معي هون، ضرب ال 5 يلي هي given قسمي 5 بلس 5 فبيطلع 2.5. كمان الرسمة الجديدة اللي حتطلع معي هلا حتنشالوا هيدول الاثنين ريزيستورز، حينحط واحد محلهم بين ال P وال C، وحيكون الكرنت تاعهم هو الكرنت يلي ظاهر من السي او حتى حي الله او يلي فايت من البي يلي هو مين؟ الكرنت اي تبع الجنريتر. اوكي، اخر مرحلة او قبل اخر مرحلة عنا هدول التلاتة سوا. هلا في ناس ممكن كانت تنتبه له من بداية الحل للسؤال، كان فيهم يقول انه نحن من الاساس فينا ناخذهم هودي ان بارلل، ويس وبيمشوا بشكل طبيعي مثل ما اشتغلنا بباقي الريزيستورز، وبيوصل اخر شيء انه بيطلع معهم واحد مع واحد هون. هون انا اوكي تركتهم للاخر فما بتفرق العملية. فبنلاحظ انه ال 7 وال 6 وال 5 they are all connected in parallel. سو فينا ناخذهم سوا ونعمل لهم الايكوفالنت تاعهم. بس هالمرة ما ننتبه انه لما يكون في عندي 3 ريزيستورز ما فيني اخذ الضرب على الجمع، بدي اطبق القاعدة الأساسية للبارلل يلي هي بتقول 1 على R equivalent بتساوي 1 على R1 أو هون R5 زائد 1 على R6 زائد 1 على R7. فمن بعد ما أنا أحط الـ values للـ R5 والـ R6 والـ R7 لاحظ إنه الـ value للـ 1 على R5 6 7 بتطلع 2. So الـ R5 6 7 is equal to 1 over 2. أوكي؟ يعني بقلب الفراكشن، فبتصير ان ال R 5 6 7 equal 1 over 2 which is half. اوكي،
فأكيد هلأ الرسم صار فين يشيل هدول البارالل، فبما إنه بين السي والان حيصير عندنا الريزيستور بين السي والان، وفايت فيه الكرنت يلي جاي يلي هو أكيد مين الكرنت اي. Last but not least we have two resistors which are in the same branch يلي هو P N زبرنا ومارق فيهم current واحد and equal يلي هو ال I, so they are connected in series. وبتشوفوا كيف صارت السيركت من هيدي السيركت الكبيرة لهيدي السيركت الصغيرة، فصار فيني اجيب هلا ال R equivalent لكل السيركت يلي هي شو بتسوي؟ بتساوي جمع هدول resistances، فبيطلع معنا 2.5 plus 0.5 which is equal to 3 ohms. فهيك أنا بكون خلصت أول part من السؤال وطلعت ال equivalent resistance لكل هدول ال resistors من هيدي ال circuit المعقدة، ووصلت بالنهاية ل resistor واحد بين ال B وال A. هلأ بروح على تاني بارت من السؤال، عم بيقول لي deduce the intensity of the main current I. نحن معنا بالgiven ال UPN انه بتساوي 6 فولت، وأوريدي طلعنا ال equivalent لكل هيدول ال resistors، يعني نحن فينا نشوفهم كل هيدول ال equivalent resistors ب resistor واحد اسمه R equivalent وقيمته 3 اوم، صار فينا نشوف هيدي ال equivalent resistance circuit إذا بدنا فينا نسميها هيك. في عنا ال UPN فيها أو ال VPN equal 6 volts وال R equivalent equal 3 ohms. كيف بدنا نجيب قيمة ال I؟ أكيد بنجيب ال I عن طريق ohms law يلي بيقول ال U equal RI، أو هون فينا نقول VPN equal R equivalent times I، so ال I بتساوي ال VPN قسمي R equivalent يعني 6 قسمي 3 which is equal to 2 amperes. فهيك أنا بكون طلعت قيمة المين كانت. فهلا كمان في ملاحظة حلوة هون نعرفها، إنه نحن لنطلع نصير أي فولتج وأي كرنت بحاجة للرسمات اللي نحن أوريدي طلعناهم بأول بارت. ليش؟ لأنه هلا صار فينا نختار رسمة لحتى نقدر نطلع أي فولتج بدنا إياها. وفي شغلة كمان هيك نوت حلوة تعرفوها، إنه هون الشغل بده يصير بالعكس يعني بالقلب، إنه آخر سيركت جبتوها حتصيروا ترجعوا رجوع شوي 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 لحد ما تطلعوا كل الفاليوز يلي بدكم تطلعون بهيدا البارت. كيف؟ خلينا نشوف. فهيدول هني السيركوس يلي رسمناهم سوا من شوي، وهود الجيفن تبع ال R1 عند ال R8، وهيدول هني كمان الفاليوز اللي طلعوا معي للإيكوفالنت. يعني انتو عادة بالمسابقة لما تطلعوهم عملوهم هيك مثل بوكس او كادرز لحتى بس بدكم تحتاجوهم ترجعولهم وتلاقوهم دايرة. فخلينا نشوف شو بدنا نطلع بالبداية. بالبداية بدنا نطلع ال VCN يعني قيمة الفولتج بين ال C وال N. شو بدنا نحتاج هون؟ نحن اوريدي هلا طلعنا بعدنا مطلعين الكرنت انه 2 امبيرز. اذا انا بدي اجيب الفولتج بين ال C وال N، بعتقد انه هاي اسهل سيركوت بقدر استخدمها. ليش؟ لان بعرف قيمة الكرنت وبعرف قيمة الريزيستنس، فمجرد ما تعرفوا ريزيستنس وكرنت بتقدر تطلعوا فولتج. ونفس الحكي للكرنت، يعني اذا بتعرفوا ريزيستنس وفولتج بتصيروا بتقدروا تطلعوا كرنت. كيف؟ عن طريق اكيد اومز لو. فاومز لو هو مفتاح الحل هون. فيس حنقول انه باي اومز لو بي سي ان شو حتساوي؟ ال R equivalent بين ال 5 وال 6 وال 7 هيدا اللي طلع معنا بالسيركوت السابقة، مضروبة بالكرنت I اللي هي مارقة فيه لهيدا الريزستور. اكيد ال I بتمرق هون وبتكفي هون وبترجع على النيجاتيف بول للبطارية. ف R 5 6 7 اوريدي جبناها قيمتها نص والكرنت قيمتها 2، فاكيد تطلع 1 فولت معنا. تاني بارت بدنا نطلع ال I5 I6 وال I7. ال I5 وال I6 وال I7 هن بهودي البرانشز، ونحن اوريدي طلعنا ال VCN. فيس معنا ال R5 ومعنا ال R6 ومعنا ال R7 ومعنا ال Voltage VCN يلي هي نفس ال Voltage على هدول التلات لأنهم connected in parallel. So لحتى نطلع ال I5
هنقول إنه باي أونز لو الـ R 5 times I5 هي عبارة عن الـ VCN، فالـ I5 أكيد هي قسمة الـ VCN على R5. الـ VCN قيمتها 1 والـ R5 قيمتها هي هون مثل ما تشوف هي 1 كمان، فبيطلع الجواب 1 أمبير. نفس الطريقة بنطلع الـ I6 يلي هي 1 قسمة الـ R6 يلي هي 2 فبتطلع نص، وبالنسبة للـ I7 حتطلع كمان نص. اوكي، لأنه 1 على 2 أمس، 1 فولت على 2 أمس. هذا بالنسبة للـ I5 والـ I6 والـ I7. طيب كمان VPC، هلا الـ VPC كيف بدنا نجيبه؟ كمان بنفس السيركت نلاحظ إنه الـ current I مارق بقلب هذا الريزستور اللي هو R12843، وأوريدي نحن طلعناه قيمته 2.5 أمس. كيف بنجيب الفولتج؟ أكيد فينا نستخدم أمس لو. بينما هون أنا لك شو عملت؟ عملت طريقة تانية، استعملت فيها الـ addition law of voltage. كيف يعني؟ لك شو هي الطريقة؟ يعني حلو نشوف نحن الطريقتين. أول طريقة اللي حكيتها هي مزبوطة أكيد، يعني فيكم تجيبوا الـ R12843 تربوها بالـ I، قيمة الـ R1243 هي 2.5 والـ I قيمتها 2، يعني بتطلع معكم 5 فولت. 2.5 ضرب 2 5 فولت. ولكن هون لكم شو عملت؟ أنا قلت إنه الـ VPC بتساوي VPN بلس VNC، والـ VPN اوريدي بنعرفها 6 فولت، والـ VNC هي عكس الـ CN، CN اللي طلعت معنا 1 فولت. فصار فينا نقول انه هي 6 ناقص 1 فبتطلع 5. اوكي، فهيدي طريقة الـ Law of Addition of Voltage فينا نستخدمها، وفينا نستخدم كمان Ohm's Law بس للتنويع ولتفهموا الاثنين استعملناها. البارت اللي بعده يطلع الـ I3 والـ I4. لوين بدي اروح لحتى اطلع I3 وI4؟ اكيد بدي ارجع للسيركوت اللي قبل. I3 والI4 بيطلعوا من خلال الـ VPC اللي بعدني انا هلا اوريدي مطلعه. الـ I3 فيني اقول اني باي اومز لو هي VPC قسمي R3 يلي هي 5 فولت قسمي 5 اوم، الـ R3 هي 5 اوم فبتطلع 1 امبيرز، and I4 هي VPC قسمي هيدا الريزستور اللي هون يلي هو R1284 اللي هو اوريدي equivalent لاشياء من قبل. فكمان بقسمهم على بعض وبتلاحظوا انه R1284 قيمته 5 كمان، فبيطلع كمان 1 امبيرز. VBC والVBP كيف بدنا نجيبه؟ كمان ما نرجع ارجوها لهون. VBC من عند الـ B لعند الـ C اكيد هي R4 ضرب I4. I4 already بنعرفها وطلعناها قيمتها 1، وبنضربها بالـ R4 اللي هي 3 فبتطلع معنا 3 فولت. أما بالنسبة للـ VBP فبدنا ننتبه لموضوع كتير مهم هون، إنه هي بالقلب يعني بعكس الـ I4، فلازم تطلع هي بالنيجاتيف معنا. فنحن فينا نطلع الـ VPB أوكي يلي هي مثلا من فينا نقول إن هي R128 times I4، وبنرجع نضربها بمقياس ال R128 يلي هي 2 تايمز ال I4 هي 1 فبتطلع 2 فولت، نضربها بماينس بتصير عندنا BP. او من خلال شو ال Law of Addition of Voltage ليك شو عملنا هون، انه ال VBP يلي بدي اجيبها هي VBC زائد VCP. ال BC اوريدي قلنا انه بتساوي 3، ال CP هي عكس مين؟ ال PC. ال PC طلعت معي 5 فولت هون، شفتوها؟ فالCP بعكسها بتصير ماينس 5 فولت وتطلع 3 ناقص 5 كمان ناقص 2 فولت. وعم تلاحظوا في كتير ميثودز، هن 2 ميثودز مش كتير، بنستعمل واحدة منهم واثنين بودوني نفس النتيجة. الـ I1 والـ I2 كيف بدنا نجيبهم؟ أكيد الـ I1 والـ I2 حينجيبوا من السيركوت اللي قبل. الـ I1 بتلاحظوا إنه هي موجودة بقلب الـ PB اوكي، وعليها ريزيستور R18. فشو بنعمل؟ هنقول VPB قسمي R18. ننتبه PB هي 2 فولت مش ماينس 2 لأنه بنقلبها، والـ R18 اوريدي جبناها 6 فبيطلع معنا الجواب 0.3 بارز. أما بالنسبة للـ I2 خلينا نستخدم طريقة تانية، فينا نطبق مثلا junction rule at B على البي هون. شو هي junction rule؟ بتقول I entering بتساوي I leaving،
يعني ال I1 يلي عم بتفوت على ال B زائد ال I2 يلي عم بتفوت على ال B شو بتساوي؟ ال I4 يلي ظهرت من ال B. فال I1 بنعرفها 0.3 بار وال I4 already طلعناها 1، فصار فينا نقول ال I2 بتساوي I4 ناقص I1 يعني 1 minus 0.3 bar is equal to 0.6 bar amperes. فهيك بيكون انتهى حل هذا السؤال. إذا كان هذا السؤال استفدتوا منه شاركوا مع رفقاتكم، بركي بيستفيدوا مثلكم. وما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب للشانل، ويعطيكم ألف عافية.